السلام عليكم، اهلا وسهلا بمتابعينا الكرام. اليوم ان شاء الله جينا باش غنهضروا على الملف ديال الشاب طارق اللي كان ضحيه ديال مجزره سلا، واللي اتهم فيها وتابع فيها من اجل القتل العمد والسكر العلني والسرقه الموصوفه وعده تهم. الاستاذه خيار تبنت الملف وباشرته ووصلت بعد يعني ان كانت 11 المحامي اللي تنص في هذا الملف، وكانت هي اخر من جاء في هذا الملف هذا، ودازت الجلسه في 8/8. 8/8 كاين واحد المستجدات في هذا الملف هذا، وحنا قلنا ضروري اننا بعد ما تبعتي القصه ديال هذا الشاب طارق انكم تعرفوا المستجدات اللي كاينين، اللي دابا غتتكلمنا عليها استاذه خيار مشكوره، وتوضح شنو وقع في الجلسه ديال 8/8 وعلاش ما خرجش طارق، لاننا هي طلبت له الافراج الفوري لانه هو ما لقاو عليه حتى شي دليل، وان الخبره اللي دارت جات ضد يعني المسرح الجريمه اللي كان وضد التهم اللي توجهت ليه. اهلا وسهلا استاذه خيار، مرحبا بك. الناس كلها متشوقه باش تعرف الجديد على ملف الشاب طارق، اللي هو اصلا حنا كنقولوا بلي هو اللي ضحيه ماشي هو اللي ارتكب الجرم. الاستاذه زينب غادي تحاول باش تشرح لنا شنو وقع في جلسه 8/8 باش الراي العام يواكب هذا الموضوع هذا. اهلا وسهلا استاذه زينب. شكرا استاذه ليلى، كنشكروا كذلك مغارب نيوز، كنشكروا استاذ يوسف من هذا المنبر. بالنسبه للملف ديال طارق اللي داز البارح 8/8 مدينه الرباط، طلبنا الافراج الفوري. ما طلبناش طرح مؤقت لان هذا كنتظر في الحكم البراءه، اذا التمس من الهيئه كانت مشكوره بالافراج الفوري. عندنا شي معطيات اللي اضافيه اللي غنضيفوها لهذا الملف، وفعلا قلت شي هذا الملتمس، الا ان النيابه العامه رفضت، قالت تشوف المعطيات انا قبل ما طلعتش على الملف، لان كانت هيئه الهيئه المعنيه بالامر كاينه كونجي خاصها تدخل بالكونجي، اذا تاخر الملف في 5/9 الشهر المقبل ان شاء الله. المعطيات اللي بانت لنا هنا كنا قلنا بان هذا الولد هذا الشاب اللي الوسيم اللي هو طارق كان تلقات واحد المره ثلاثاء، يوم الثلاثاء ديال 2000 ديال شهر 5 تلقات واحد الجثه حدا دار الورثه ديال المتهمين اللي هو الضحيه في الاصل. بقى واحد المجرم اللي هو محترف اللي عنده بزاف سوابق عدليه اللي معروفه، كنت ذكرت لكم كي داير هز واحد الصندوق ودخل به حدا دار واحد الجهه وخرج من واحد الجهه. اذا ما دارت الشرطه جات فرغت الكاميرات، قالت هذاك السيد جابوه اعتقلوه دار الحراسه النظريه، ولكن الغريب في الامر ان هذا التابع غير عدم تبرير. وملي قال لهم بان طارق هو اللي اعطاني هذا الصندوق، اعطاني جريمه هذيك الجثه اللي حيد من الصندوق، قال لي على ذاك الاساس جابوا طارق وحيدوا يدفاروا وتعسفوا عليه وداروا الضوء في المناطق الحساسه ديالو، جميع انواع التعذيب مارشت عليه الشرطه، لدرجه ان هذه الشرطه اللي كنديروا ما كنهضروش من الفراغ، لدرجه ان ها هو هذا الفرقه ديال الشرطه، ها هما اعفاء 16 مسؤولا بسالة، هادو هما اللي داروا تحقيق مع في الملف ديال طارق، وزوروا بزاف ملفات لدرجه انهم في الاخير سمعنا بانهم تعتقلوا. يعني ان القضيه واقعة بصح، وما دام هذاك طارق قتلوا عصا لدرجه ان قالوا متل لنا الجريمه ودوا حدا الدار، هو طايح ما قادرش يوقف مخوط العصا، لدرجه ان ملي تقدم عند السيد وكيل القاضي التحقيق اللي كان دخلوا معاه جوج الزملاء شافوا التعذيب عليه، عطى قاضي التحقيق الامر بفحص طبي على هذا التعذيب اللي تعرض ليه طارق. مع ذلك الشرطه جابت طارق اليوم النهار المذكور اللي عطات حد له قاضي التحقيق، جابوه من الزيور من الصباح حتى الليل وداو، يعني ان هناك غايه في نفس يعقوب، حيت كان قال لهم دو عند الدكتوره فاضله اللي في نيو سينا وما داوش. اذا هنا كاين بزاف الغموض في هذا الملف، بما انهم شخصوا مثل الجريمه على اساس تضرب قرعه. نعم. وداو الملف كله
فيه الاغتصاب، فيه القتل العمد، ما عادش فيه جثة، وداروا لك السرقة الموصوفة، يعني أنه غادين به الإعدام والسكر والسكر. بلام تتاقل، وجاتك الخبرة، جاتك الخبرة غد ليه بأن ديك الدار اللي كيقول تعطات لنا الجثة، اللي كيقول هذاك المتهم أصلي كنت كنشرب أنا وطارق هنا وشميت رائحة كريهة، وقال لي راه كاينة واحد الجثة خفية عليا، مشاو داروا البحث على هذيك الدار، ما كاينش بصماتها، ما كاينش شي آثار ديال شي واحد كان فيها، ما كاينش آثار ديال كان يقول كيشرب، ما كاين حتى شي حاجة، وداروا الخبرة كذلك على الجثة، ديك الجثة اللي لقاو فيها ثلاثة بصمات اللي منهم مرأة وجوج رجال، لقاو في جثة الصندوق ما فيه حتى شي علامة ديال البصمة ديال طارق. وكذلك بالنسبة هنا كاين واحد التمويهات، إذا في قاضي عند قاضي التحقيق، من اللي كان تحقيق تفصيلي هذاك المتهم الأصلي اللي جاب طارق وجاب واحد آخر وقال كان مول الكروسة اللي مول داك تريبورتر، جابوه على أساس ملي داروا معاهم تحقيق تفصيلي قال لهم بأنني ماشي أنا اللي ارتكبت الجريمة وماشي طارق وماشي أنا اللي في الصورة. قال لي القاضي التحقيق واش بغيتي كيف ما دوختي البوليس دوخني أنا، هو مشى لبيت القضية، ولكن القاضي التحقيق ماشي وقف عند هذا الحد، خلى لي اغتصاب وخلى لي قتل عمد وشويه جثه والسرقه الموصوفه وزادوا السكر من عنده. السكر ما كانش دايره الفرقه الوطنيه، ما كانش دايره السكر، زادوا هو من عنده حاله من تما الجلسه ما عندكوش المتابعات. ولكن السرقه استاذه مبنيه على شي اساس؟ السرقه بان البورطابل ديال السرقه ما كاينه، ملي جات الخبره جا ما كايناش السرقه، ما كاينش قتل في ديك الدار، نعم ما كاين حتى شي بصمات في ديك الدار، ما كايناش لاديان، ديك الجثه ما دايرينش لاديان ديالها، مع العلم ان عندها يديها كانوا ياخذوا لي زومبران ديالها. نعم. كيقولوا لي بان هذيك سميتها حكيمه مغربيه مره كيقولوا اسيويه. نعم. ما دامت بان في الاخر كيجيو والاغتصاب قالوا ما كاينش في الخبره اللي جات عند قاضي التحقيق، ما كايناش الدار. نعم. ما كايناش السرقه الموصوفه، هذاك التليفون ديالو داروا هو ديال الضحيه اللي قالوا لي سرقه موصوفه. نعم. وديال خوه داروا هو ديالو، حنا تنطالبوا الماء سنعش نطالبوا بتفريغ ذاك الهواتف لان ديالو هو، ودخدوا السياره ديال خوه، علاش ديتوا السياره ديال خوه، علاش ما معناها ما رجعتوش لي؟ إذا جات الخبرة معاكسة للواقع. معاكسة، كان خاص القاضي التحقيق مباشرة يفرج عليه بدون طلب ديال المحامون، بدون طلب الصراح، بدون حتى شي حاجة، الإفراج الفوري لأن عدم تطابق الخبرة مع الواقع. ملي جينا كنلقاو ديك الجثة كنشوفوا في النيف، قيل بأنه هذه خنشة اللي كانت موضوعة فيها الجثة، هذه هي الهيئة الدبلوماسية، والهيئة الدبلوماسية طبقا لي الاتفاقية الدولية ديال 61/63 ديالنا، بأن هذه الاتفاقية ممنوع هذه حصانة عندها، ممنوع الحقائب والرسائل وكل حاجة كتتعلق بشي دولة عندها الدبلوماسية خاصها تبقى عندها، ما خاصهاش تبقى في المغرب. تبني حجوزات، ما عندش النيابة العامة الحق تحجز هذه الخنشة. نعم. إذا كنلقاو هنا تلاعبات بالنسبة للشرطة، هذه ديال الهيئة الدبلوماسية، هنا نعم هنا ماشي الهيئه الدبلوماسيه، جات الشرطه دارت خنشه ديال الدقيق، ما حيدت ديال الهيئه الدبلوماسيه اللي هي هذه اللي ممنوعه تكون في المغرب، ممنوعه تكون عند يبيعها شي حد، خطرجع لي انها ممتلكات دوله اخرى. هذه مشات الشرطه دارت زوير، دارت هذه ديال خنشه الدقيق المغرب، هذه هي تشخيص الجريمه. اذا حنا علاش استاذه في نظريتك انهم غيروا؟ لان الشرطه هي اللي قامت بهذا الفعل، لان الشرطه هي اللي زورت هذه القضيه، لان الشرطه لدرجه انهم توقفوا، ها هما بانهم تعفاو 16 واحد من نفسه. واش كان خايفين انه تبان بانه ديال دوله واحده اخرى؟ ايه معلوم، لان ذاك الشيء متعمد. ملي ناضوا على بانتي ديال دوله اخرى غدعي المغرب ديك الدوله. داروا خمشه ديال الدقيق. إذا من هذا المنبر راه هذه القضية كلها منطقة من طرف البوليس. مم. يعني أن ماشي طارق اللي دار الكلام مسلمين بها، ولكن حتى ذاك اللي دافع الصندوق ربما الشرطة اللي قالت لي هذه القضية. نعم. شنو هو الإجراء أستاذة اللي يمكن نديرو الملف هذا؟ حنا كنا جهزنا الملف على أنه أساس جاهز، لأن عندنا جميع الخبرات، لكن خاص القاضي إلا أن ما يمكنش تناقشوا لأن تتسنى الهيئة ديال خمسة تدخل، لان هي قاريه الملف مزيان. اجراءات اللي خاصنا نديرو، خاصنا نناقشوا الملف، ولا كانت باقا شي شكوك فيما يخص البورطابل اللي كيقول لي هو ديال طارق دارو ديال الضحيه، نعم
نطلبوا الخبره، نطلبوا الخبره ونطلبوا الخبره حتى بالنسبه لهذه الضحيه، ضحيه اسيويه. نعم. هذه خانشه دبلوماسيه ديال الدوله الاسيويه. نعم. هي عندها لي زومبرانت ديالها، عندها يديها. نعم. كانوا يديروا عندها كارت جي سي، عندها كارت سيجور. نعم. ديك الساعه يجيبوا. نعم. يعني غادي يجيبوها، يعني خايفين يقلبوا على عائلتها. هذا الشيء وقع ماشي في المغرب. نعم. هذه وقع في الهيئه الدبلوماسيه ماشي ديال المغرب. اذا حنا من هذا المنبر نقدروا ندخلوا نقدروا ندخلوا وزاره الخارجيه. نعم. حتى لو دخلنا وزاره الخارجيه تولي مشكل. نعم. لان باش وزاره الخارجيه ضروري غتقلب غتشد. شكون مالين هذه الخنشه؟ شكون مالين هذه الخنشه؟ شكون الدوله؟ الدوله خارجه من الهيئه الدبلوماسيه. نعم. غتعرف شكون الدوله، غتعرف شكون الضحيه. حنا كنشوفوا بان الدري طارق، لان اول مره قلنا البراءة، حنا كنقولوا ش هكا، تنقولوا بناء على الخبرات، بناء على الوقائع. حجه جديده، حجه جديده ديال الخنشه. نعم. علاش كانت الهيئه الدبلوماسيه هي اللي ممنوع هذه خاصه ترجع، ممنوع تحجزها النيابه العامه. مشاو داروا حيدوا، علاش حيدوا الخنشه؟ باش ديروا هذه الخنشه، هذه الخنشه ديال المغرب، هذه ديال المغرب، شخص دار فيها سمتي الجريمه. نعم. اذا هنا كاينه خروقات خطيره. نعم. اللي غنقدروا من بعد خد براءة، غنتاخذوا اجراءات تاعنا. ما غنسكتوش من هذا المنبر، اي واحد ورط هذا الدري ولا سبب لي في هذا الاعتقال ديالو. نعم. غندعو ان شاء الله. نعم. ما غيكون ان شاء الله على الخير. وانا نتمنى ان شاء الله، كنتمنى، عندي اليقين بان الولد عنده البراءة ولا شيء غير براءة. شكرا استاذه، كنشكرك بزاف على هذه التوضيحات وعلى هذه المستجدات اللي جديده، وكنتمنوا ان الملف ياخذ المسار ديالو الحقيقي وكل واحد ياخذ الحق ديالو. وتحيه لجميع المتتبعين، شكرا لكم.